السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، أكيد طبعا على قناة روتانا خليجية. أهلا وسهلا يا بنات وجمعتكم مباركة. أهلا وسهلا بنات، جمعتكم مباركة علينا وعليك يا غزل وعبير، أكيد وعلى السادة المشاهدين بالطبع كمان. بالطبع أكيد. طبعا احنا عارفين قد إيه إنه احنا في السعودية الشعب السعودي عنده حب الكرم أو عنده واجب الضيافة وأصول الضيافة، وقد إيه بنتشوق ونلتهف فعلا شوق إنه احنا نرحب بالضيوف، سواء كان أكيد من كرم ضيافة سواء كان بهزيج شعبية ممكن نقولها لضيوفنا. فعلا سيدة سعودية رحبت بضيوف الملك سلمان، كان جايين وفد بغرض تأدية العمرة. قامت هذه السيدة لقت هذا الوفد، كانت هي في متنزه الكرفي الهدى، شافتهم وقررت الترحيب فيهم على طريقتها الخاصة. قالت الترحيب بضيوف الملك شرف للجميع. تابع الفيديو، يلا شوف الفيديو. ما طاف الحرم بالملايين وإعداد ما تثمر زهور البساتين. الله يحييكم تحية وسلطان. هؤلاء هم ضيوف شيء جميل. يعني أنا أحب الستات الكبار قد إيه، يعني بيدوكي كذا فعلا، بيعطوا روح، بيعطوا كذا حس، سواء كان في البيت سواء كان في أي مكان، ويستقبلوا بحب كمان يا عبير. يعني بنعرف إنه لما يتكلموا بهذه الطريقة أو يرحبوا يكونوا، لا يعني هي كلمتهم واحدة ومستحيل، يعني فعلا يبغوا إنهم هم يستقبلوا الناس ويستضيفوا ويكون من قلبهم، من قلبهم. تحسي هي ما هي عاملة هذا الشيء غصب عنها، تحسيها عندها ما شاء الله كمان طلاقة في الترحيب. صح. يعني أنا أظن 100 مرة أكلج وأوقف وأكلج وكذا فعليا. يعني أنا هذا الشيء مثلا من الأشياء اللي دائما تواجهني لما أكون مرة مبسوطة، ممكن يخونني تعبيري وما أعرف مثلا أعبر بطريقة كويسة. فهم مثلا ما شاء الله الستات الكبار عندها الطلاقة إن هي تتكلم بكل راحة وبكل سلاسة. وفي مثل يعني شعبي متداول عندنا نقول دائما صدر البيت ترك لكم. صح. فدائما أهل يعني الضيوف بيكون في مكانة أهل البيت. صحيح. وبس شيء جميل. يعني احنا طبعا نشكر هذه السيدة على فحاوة الترحيب بالوفد، بالعكس كده هي بتدي كمان حفاوة عفوا. الكنترول شغال معايا ما شاء الله اليوم. شكرا سارة انك خليتيني اجي اليوم. مشاهدين احنا نطلع فاصل ونرجع اكيد.